الفصل الثالث والثلاثون. صدام ينقذ فنزويلا. راقبت فنزويلا لسنوات عديدة. كانت مثالا تقليديا للدولة التي نهضت من الفقر إلى الثراء نتيجة اكتشاف البترول. كانت كذلك نموذجا للاضطرابات التي تحركها ثروة البترول وفقدان التوازن بين الأثرياء والفقراء، ومثالا لبلد استغلتها الكوربقراطية بصفاقة. أصبحت صورة لمكان يجتمع فيه قراصنة الاقتصاد ذوي الأسلوب القديم مثلي مع أصحاب الأسلوب الجديد ليكونوا اتحادا من المستغلين. نتيجة مباشرة لانتخابات عام 1988 حين انتخب الفقراء والمعوزون في فنزويلا هوغو تشافيز رئيسا بأغلبية ساحقة. سرعان ما فرض تشافيز إجراءات ملزمة وتولى السيطرة على القضاء وغيره من المؤسسات وحل البرلمان الفنزويلي. ندد تشافيز بسياسة الولايات المتحدة الإمبريالية الفاضحة، وقدم نقدا لاذعا للعولمة، وفرض قانونا جديدا للتنقيب عن البترول شبيها حتى في اسمه بذلك القانون الذي فرضه خايمي رولدوس في الإكوادور قبيل أن يلقى مصرعه في تحطم طائرته المروحية. ضاعف القانون الجديد من النسبة المطلوبة من شركات البترول الأجنبية دفعها للدولة، ثم التفت شافيز إلى شركة البترول الحكومية المعروفة باسم بترول فنزويلا، وأحكم القبضة عليها بأن أبدل بالذين يديرونها آخرين أكثر ولاء له. يحظى البترول الفنزويلي بأهمية اقتصادية بالغة على مستوى العالم، ففي عام 2002 كانت فنزويلا رابع أكبر دولة مصدرة للبترول على مستوى العالم، وحلت في المرتبة الثالثة بين الدول التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في استيراد البترول، ويعمل في شركة بترول فنزويلا نحو 40,000 عامل، وتحقق الشركة مبيعات قدرها 50 مليار دولار سنويا، وتسهم هذه الشركة بنحو 80% من عائدات التصدير. إنها بلا منازع أهم أعمدة الاقتصاد الفنزويلي، وبسيطرته على الصناعة الوطنية فرض تشافيز نفسه على المسرح العالمي لاعبا أساسيا. اعتقد كثير من أبناء الشعب الفنزويلي أن البترول طوق نجاتهم، والذي بدأ تدفقه قبل 80 عاما في 14 ديسمبر عام 1922 حين حدث اندفاع فجائي ضخم للبترول من باطن الأرض بالقرب من ماراكيبو، وتدفقت تلقائيا كمية قدرت بمئة ألف برميل يوميا، واستمر ذلك لثلاثة أيام. وقد غير هذا الحدث الجيولوجي الفريد من نوعه مصير فنزويلا للأبد، لتصبح في عام 1930 أكبر مصدر للبترول في العالم أجمع. ورأى الشعب الفنزويلي في البترول حلا لجميع مشكلاتهم. تمكنت فنزويلا خلال 40 عاما التالية وبفضل عائدات البترول من الانتقال من واحدة من أفقر بلدان العالم إلى واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية ثراء، وأظهرت البيانات الإحصائية نموا كبيرا وبصفة خاصة على مستوى الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف وأمد الحياة وانخفاض معدلات وفيات الأطفال، وازدهر قطاع الأعمال والتجارة. أثناء الحظر الذي قررته مجموعة الأوبك في عام 1973، وصلت أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة، وتضاعفت ميزانية فنزويلا 4 أمثال ما كانت عليه. انطلق قراصنة الاقتصاد للعمل في فنزويلا. غمرت البنوك الدولية البلد بقروض بغرض تحسين البنية التحتية والمشروعات الصناعية وبناء أعلى ناطحات سحاب في القارة. ثم وصل في الثمانينيات عرابو الكوربقراطية والقرصنة الاقتصادية. كانت الفرصة مثالية لانتزاع أسنان الفرخ الفنزويلي الصغير. اتسعت رقعة الطبقة المتوسطة في فنزويلا، وفتحت سوقا كبيرة لأنواع متباينة من المنتجات، ومع ذلك بقيت شريحة كبيرة من الفقراء تنتظر الحصول على فرص للعمل في الورش والمصانع وغيرها من المؤسسات الصناعية المستغلة، حيث ساعات طويلة من العمل في ظروف قاسية وبأجر زهيد.
ثم انهارت أسعار البترول ولم تستطع فنزويلا الوفاء بديونها، ففرض صندوق النقد الدولي في عام 1989 شروطا صارمة وضغط على كاراكاس العاصمة الفنزويلية للانصياع للكوربوقراطية بأشكال مختلفة. كان رد فعل الفنزويليين عنيفا، قتل المشاغبون أكثر من 200 شخص، وتبدد سراب البترول كطوق نجاة ومورد لا ينفد. وبين عامي 1978 و2003 هبط الناتج القومي بنسبة زادت على 40%، ومع زيادة الفقر تصاعد السخط والاستياء، ونتج عن ذلك استقطاب مالي وانكماش للطبقة الوسطى أمام اتساع الطبقة الفقيرة. ومثل ما يحدث في كثير من البلاد المعتمدة في اقتصادها على البترول، سرعان ما تغيرت أوضاع السكان بشكل جذري، فنتج عن الانهيار الاقتصادي خسائر فادحة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وانحدر كثيرون منها إلى مصافي الفقراء. هيأت الأوضاع الجديدة المسرح أمام تشافيز، ومهدت الطريق للصراع مع واشنطن. فبمجرد وصوله إلى السلطة بادر الرئيس الفنزويلي الجديد بتحدي إدارة بوش. كانت واشنطن قبيل أحداث 11 سبتمبر تفاضل بين الخيارات المطروحة، فبعد فشل قراصنة الاقتصاد هل حان وقت إرسال الثعالب؟ غيرت أحداث 11 من سبتمبر من كافة أولويات واشنطن، فقد ركز الرئيس بوش ومستشاروه على حشد المجتمع الدولي لدعم الجهود الأمريكية في أفغانستان وغزو العراق. كان اقتصاد الولايات المتحدة في منتصف طريقه نحو الركود. أحيلت فنزويلا إلى مؤخرة القائمة لتصبح بديلا احتياطيا للعراق وأفغانستان. مع ذلك كان من الواضح أن ثمة نقطة سيصل فيها بوش وتشافيز إلى حافة الصدام. لم تكن واشنطن قادرة على تجاهل فنزويلا وقتا طويلا في ظل تهديد العراق وغيره من دول الشرق الأوسط بحظر إمدادات الولايات المتحدة بالبترول. دفعني تجوالي حول موقع انهيار البرجين في الجراوند زيرو وشارع وول ستريت، ولقائي مع الرجل الأفغاني العجوز، وقراءاتي عن فنزويلا تحت حكم تشافيز، الأمر الذي تجنبته سنوات طوال، إلى إمعان النظر في عواقب أفعالي عبر العقود الثلاثة الماضية من حياتي. لم أستطع إنكار الدور الذي لعبته أو حقيقة أن عملي كقرصان اقتصادي أثر سلبا على جيل ابنتي، وأدركت أنني لم أعد قادرا على تأجيل المبادرة بفعل ما للتفكير عما ارتكبته. لابد أن أتطهر من آثام حياتي بطريقة قد توقظ الناس وتنبههم إلى خطورة الكوربوقراطية وإدراك السبب وراء كراهية كثير من دول العالم لنا. عدت مرة أخرى للكتابة، لكن ما إن شرعت فيها حتى بدا أن حكاياتي صارت قديمة للغاية ويعوزها التحديث بشكل أو بآخر. فكرت في السفر لأفغانستان والعراق وفنزويلا وكتابة تعليقات معاصرة عنها. بدت هذه الدول الثلاث مجسدة للتناقضات الكبرى في أحداث العالم الراهنة، فكل منها كابد اضطرابات سياسية دامية، وحدد مصيرها حكام تركوا خلفهم قضايا كثيرة عالقة دون حل، سواء في حكم الطالبان الوحشي الاستبدادي أو قيادة صدام المختل عقليا للعراق أو عدم كفاية تشافيز اقتصاديا في فنزويلا. ومع ذلك لم تتخذ الكوربوقراطية أي إجراءات لحل تلك المشكلات المعقدة في هذه الدول. كان المنهج البديل هو استهداف هؤلاء القادة أنفسهم عقابا لوقوفهم في وجه سياستنا البترولية الطامعة. فمن زوايا عديدة كانت فنزويلا أكثر الحالات غموضا، فرغم أن التدخل العسكري قد حدث بالفعل في أفغانستان وبدا حتميا في العراق، ظل الغموض يكتنف رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه تشافيز. وبقدر اهتمامي بالأمر أدركت أن القضية لا تكمن في كون تشافيز قائدا ناجحا أم لا، بل بالأحرى في رد فعل واشنطن نحو زعيم يعترض طريق مسيرة الكوربوقراطية نحو بناء الإمبراطورية الكونية. قبل أن يسمح وقتي بهذه الرحلة تدخلت الظروف مرة أخرى.
أخذتني مشاركاتي في المنظمات التطوعية للسفر إلى أمريكا الجنوبية عدة مرات في عام 2002. كانت معي في واحدة من رحلاتي للأمازون عائلة فنزويلية تعرضت تجارتها للخسارة وأعلنت إفلاسها في ظل سيطرة نظام تشافيز. صاروا من أصدقائي المقربين وسمعت القصة من جانبهم. التقيت كذلك أشخاصا على النقيض اقتصاديا من تلك العائلة، كانوا يرون تشافيز منقذا ومخلصا. كانت الأحداث التي تكشفت في كاراكاس بمثابة إشارات مميزة لعالم جديد خلقناه نحن قراصنة الاقتصاد. في ديسمبر 2002 شارف الموقف في كل من فنزويلا والعراق حافة الانفجار، مثل كل من البلدين بديلا للآخر ومناظرا له. ففي العراق فشلت كافة الجهود الماكرة التي اتبعها كل من القراصنة والثعالب في إرغام صدام على الإذعان، وبدأت مخططات أخرى لحل نهائي ألا وهو الغزو. أما في فنزويلا فقد استحضرت إدارة بوش النموذج الذي اتبعه كريمت روزفلت مع إيران، وفي ذلك تقول نيويورك تايمز: امتلأت الشوارع بمئات الآلاف من أفراد الشعب الفنزويلي اليوم ليعلنوا عن التزامهم بالإضراب العام الذي بدأوه منذ 28 يوما لإرغام الرئيس هوغو تشافيز على ترك السلطة. يهدد الإضراب الذي يشارك فيه 30,000 من عمال شركات البترول بإيقاع فوضى مخربة تستمر لأشهر مقبلة في هذه الدولة التي تعد خامس دول العالم إنتاجا للبترول. تحول الإضراب في الأيام الأخيرة إلى مأزق وورطة، فاستعان السيد تشافيز بالعمال غير المشاركين في الإضراب لإعادة تشغيل شركة البترول الحكومية. أما خصومه الذين يتزعمهم رجال الأعمال وقادة العمال فيزعمون أنه بوسعهم إجبار شركة البترول ومن ثم الرئيس تشافيز على السقوط. هذا ما حدث بالضبط حين خلع رجال CIA مصدق وأحلوا الشاه مكانه. هل يمكن للتشابه بين ما حدث للبلدين أن يكون أقرب من ذلك؟ بدا أن التاريخ يكاد يعيد أحداثه التي مر عليها 50 سنة وكأن شيئا لم يتغير، فما يزال البترول هو القوة المحركة للأحداث. اصطدم أنصار تشافيز بخصومه وسقط عدد من القتلى وعشرات الجرحى. في اليوم التالي تحدثت مع صديق قديم كان منخرطا لسنوات طويلة مع الثعالب الأمريكية. كان هذا الصديق مثلي تماما، لم يعمل مباشرة مع الحكومة بل كان يقود عمليات سرية في كثير من البلاد. قال لي إن ثمة شركة أمنية خاصة طلبت منه عمل ترتيبات لإثارة الاضطرابات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتقديم رشا لضباط الجيش الذين تلقى كثير منهم تدريبهم في مدرسة الأمريكتين لعمل انقلابي ضد رئيسهم المنتخب. رفض صديقي القديم العرض وأسر لي قائلا إن الرجل الذي آلت إليه المهمة بدلا مني كان يعرف طريقه جيدا. انتاب المديرين التنفيذيين في شركات البترول ومؤسسات وول ستريت مخاوف من ارتفاع أسعار البترول وتراجع المخزون الاستراتيجي الأمريكي. أدركت أن إدارة بوش كانت تعمل كل ما في وسعها لتطيح بتشافيز، ثم جاءت الأنباء تبشر بنجاحهم في مساعيهم فقد أطاحوا بتشافيز. اتخذت نيويورك تايمز من هذا التحول في الأحداث فرصة لتقديم منظور تاريخي والتعريف بالرجل الذي ظهر على الساحة ليلعب دور كريمت روزفلت مع فنزويلا المعاصرة. تقول الجريدة: دعمت الولايات المتحدة الأنظمة الفاشية في أمريكا الوسطى والجنوبية أثناء وبعد الحرب الباردة دفاعا عن مصالحها الاقتصادية والسياسية. ففي دولة قزمية مثل غواتيمالا خططت CIA لانقلاب يطيح بالحكومة التي وصلت للحكم بانتخابات ديمقراطية في عام 1954، وساندت في المقابل حكومات يمينية في مواجهة مجموعات صغيرة من الثوار اليساريين على مدى 4 عقود، وكانت النتيجة سقوط نحو 200,000 قتيل. أما في شيلي فقد دعمت CIA انقلابا جاء بالجنرال أوغوستو بينوتشي إلى السلطة بين عامي 1973 و 1990،
وفي البيرو تحاول حكومة ديمقراطية هشة على مدى عقد من الزمان إفشال مخطط CIA الساعي لإعادة الرئيس المخلوع والمطرود من البلاد ألبرتو فوخيموري ورئيس مخابراته سيء السمعة فلاديمير مونتيسينوس. اضطرت الولايات المتحدة لغزو بنما في عام 1989 لتطيح بتاجر المخدرات الدكتاتور مانويل نورويغا الذي ظل حوالي 20 عاما مخبرا وعميلا مهما للCIA. وفي الثمانينيات كان الصراع في نيكاراغوا بالغ الأهمية لاستغلال المعارضة السلمية ضد اليسار بما في ذلك تهريب الأسلحة إلى نيكاراغوا عبر إيران، وهو ما أدى إلى اتهامات طالت كبار المسؤولين في إدارة ريغان. كان السيد أوتو ريتش من أولئك الذين طالهم الاتهام، وهو عسكري متقاعد وله خبرة بصراعات كثيرة في أمريكا اللاتينية، لكن لم تثبت الاتهامات على السيد ريتش، وأصبح فيما بعد سفيرا للولايات المتحدة في فنزويلا، ويعمل الآن مساعدا لوزير الخارجية لعلاقات دول الأمريكيتين، وقد عين بقرار رئاسي، ولم تكن الإطاحة بتشافيز سوى واحدة من بنات أفكاره. انتهى. وبينما يحتفل السيد ريتش ومن معه من إدارة بوش بالإطاحة بتشافيز، انفض السامر فجأة. ففي تحول مثير للأحداث، تمكن تشافيز من العودة إلى السلطة، وأمسك من جديد بمقاليد الحكم في أقل من 72 ساعة. وعلى خلاف ما حدث لمصدق في إيران، تمكن تشافيز من الاحتفاظ بالجيش إلى جانبه رغم كل المحاولات لقلب ضباط جيشه الكبار ضده. بالإضافة لذلك وقفت إلى جانبه شركة البترول الحكومية، فقد تحدت شركة بترول فنزويلا آلاف العمال الذين أضربوا عن العمل، واستطاعت أن تقف على أقدامها بدونهم. وبعدما انقشع غبار تلك العاصفة العابرة، أحكم تشافيز قبضة الحكومة على موظفي شركة البترول، وطهر تشافيز الجيش من ثلة الضباط غير الموالين الذين رضوا بخيانته، وأجبر كثيرا من زعماء المعارضة على مغادرة البلاد، وطالب تشافيز بعشرين عاما سجنا لاثنين من زعماء المعارضة الذين تعاونوا مع واشنطن وتواطؤوا مع الثعالب الأمريكية لتدبير الإضراب الذي شمل كل أنحاء البلاد. في التحليل الأخير، كانت العاقبة النهائية للأحداث كارثية لإدارة بوش، وفي ذلك تقول لوس أنجلوس تايمز: أقر المسؤولون في إدارة بوش اليوم الثلاثاء أنهم على مدى شهور بحثوا مع القادة العسكريين والمدنيين الفنزويليين مسألة إزاحة الرئيس هوغو تشافيز عن السلطة، والآن تتخذ الإدارة الأمريكية التدابير الدقيقة للتعامل مع تداعيات الانقلاب الفاشل. انتهى. كان واضحا أن قراصنة الاقتصاد لم يفشلوا وحدهم في تحقيق المخطط، بل فشل معهم الثعالب أيضا. تحولت فنزويلا في عام 2003 إلى شكل مختلف عما حدث في إيران في عام 1953. تساءلت أيضا ما إذا كان هذا الفشل نذيرا بحوادث جديدة أم مجرد شذوذ عن قاعدة النجاح الأمريكي، وما الذي ستفعله واشنطن بعد ذلك؟ نجا تشافيز وأفلتت فنزويلا لبعض الوقت من كارثة محققة، والفضل لصدام حسين، فلم تستطع إدارة بوش أن تحارب على ثلاث جبهات في آن واحد في أفغانستان والعراق وفنزويلا. ففي تلك اللحظة لم يكن لديها القوة العسكرية أو الدعم السياسي الذي يمكنها من تدبير أمورها على الجبهات الثلاث. يداخلني يقين أن الأحداث قد تتغير بسرعة، ومن المحتمل أن يواجه الرئيس تشافيز معارضة عنيفة في المستقبل القريب. على أي حال، يعلمنا درس فنزويلا على أن شيئا لم يتغير في السياسة الأمريكية خلال الخمسين سنة الماضية باستثناء النتائج.